إلى اثناء نفى عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم وجود أي مفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة حاليا وقال نعيم في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إن إسرائيل لن تحصل على أي شيء إلا بشروط المقاومة وبشروط الشعب الفلسطيني مضيفا أنه, أنه لم يعد هناك اي مساحه للتفاوض لافتا الى ان حماس قدمت عرضا للافراج عن الكل مقابل الكل وما زال العرض قائما ولكن لا يمكن التفاوض تحت القصف. وفي الضفه الغربيه اعلن التلفزيون الفلسطيني عن سقوط ضحيتين في الضفه الغربيه برصاص القوات الاسرائيليه وذكر التلفزيون الفلسطيني ان شخصا من بلده طمون واخر من مخيم الفارعه التابعين لمحافظه طوباس شمال الضفه الغربيه سقطا برصاص القوات الاسرائيليه كما ينتقل التوتر في انحاء الضفه الغربيه بفعل استمرار اسرائيل بحملات المداهمه والاعتقالات وفق وكاله الانباء الفلسطينيه انسحبت القوات الاسرائيليه من مدينه جنين ومخيمها بعد تسع ساعات من بدء عملية اعتقلت فيها أو اعتقل فيها ثمانية عشر شخصا وأضافت الوكالة أن سبعة فلسطينيين بينهم سيدة وطفلة أصيبوا برصاص القوات التي كانت مدعومة بأكثر من أربعين آلية عسكرية وجرافة